يا اخي هذه مباراه اذا ما فزت برا الدوري. يلا هيا خذ لك، ما عندنا للابطال يعني. تكاس الملك بيطلعنا برشلونه. اوه ما في الا الابطال. طفشتنا يا خد، طفشتنا يا حبيبي. 12 نقطه فرق الليجا هنا الحين، احسمها من فركه خشمك يا حبيبي يا حبيبي. انت تقول في الكامب نو انا اقوى منك، تعال تعال بعد وراك مباراه الكاس وبجلدك جلد جلد جلد. السلام عليكم، اخوكم عاصم رميح، مدرب وصانع محتوى رياضي، وهذا برنامج دقيقة 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 قبل لا نبدأ. الله يرضى عليك، انزل دوس اللايك ودوس السبسكرايب يا حبيبي. انت يعني اليوم مباراة يعني كانت فرصة للريال انه ينافس على الليغا، وكانت فرصة للبرشا انه يقتل الليغا، لكن البرشا قتل الليغا. لأن الان الريال ما عندك فرصة الا بالكاس والابطال، والكاس بتقابل برشلونة، وبرشلونة ممكن يطلعك من الكاس فايزن عليك في الذهاب. فأعتقد الريال خلاص ما عندك إلا دوري الأبطال رسميا. برشلونة أعتقد خلاص يعني الدوري طويت صفحته، مبروك برشلونة الليغا صح يعني، ما في شيء مستحيل بعالم كرة القدم. لكن 12 نقطة وتفوز أمام غريمك التقليدي وتوسع الفارق، هذه مباراة بمثابة مو بست نقاط، 9 نقاط يا رجل. خلنا نبدأ بالمباراة. صراحة الشوط الأول أول 10 دقائق شفنا ريال مدريد، تراجع الريال، تحسن شوي برشلونة. اليوم الثلث الهجومي قرارات كارثية، ليفاندوسكي خارج المباراة. ليفاندوسكي حالته غريبة صراحة من بعد كاس العالم، لاعب أقل من عادي من بعد كاس العالم. اليوم يثبت ذلك. المشكلة في برشلونة ما في بديل لليفاندوسكي، فأنت مجبور تلعب بهذا اللاعب، سواء سيء كويس فاشل أنت مجبور تلعب فيه أصلا، وأصلا يخدمك أنه كونه لاعب خبرة. فصراحة ليفاندوسكي مباراة سيئة. اليوم رافينها قرارات فردية، اليوم ما شفنا أفكار هجومية كفكرة هجومية جماعية، هي كلها أفكار فردية من رافينا. ناتشو اليوم قدم مباراة كبيرة، لولا الكرت الأصفر ما بدل هذا اللاعب صراحة، مباراة كبيرة. وهذا اللاعب يوما بعد يوم يبرهن أنه من أفضل البدلاء في كرة القدم. اليوم الأفكار الهجومية لبرشلونة، أنا أفتح العرض الملعب برافينا، أفتح عرض الملعب ببالدي، أراوخو من ليس مطالب بأدوار هجومية. أنا نعرف أنه فكرة أراوخو يلعب كظهير عشان يوقف خطورة فينيسيوس، فأنا أفتح عرض الملعب برافينا، بالدي، جافي وروبرتو خلف ليفاندوسكي، وزيادة في المنطقة الهجومية. شفنا هدف اليوم، هدف برشلونة اللي سجله روبرتو، كنا نشوف دائما روبرتو يسقط مع ليفاندوسكي، يسقط في المنطقة في عرضيات، في نشوف روبرتو دائما يزيد مع ليفاندوسكي. اليوم يعني اليوم تشافي صراحة، اليوم مباراة عظيمة من بوسكيتس وتوظيف عظيم من تشافي. آخر المباريات شفنا بوسكيتس قاعد يقدم مباريات عظيمة، السبب شيء واحد، بدأ توظيف دي يونغ ساعد بوسكيتس. اليوم نشوف البناء المسؤول عنه دي يونغ وبوسكيتس، سابقا كنا نشوف بوسكيتس هو المسؤول عن البناء، اليوم لا، بوسكيتس ودي يونغ. اليوم نشوف دي يونغ يتحرك مع بوسكيتس، يتحرك مع بوسكيتس على حركة بوسكيتس، اليوم يساند بوسكيتس والبناء في التغطية. شفنا قبل كل المهام توكل لبوسكيتس، وهذا توظيف عظيم لبوسكيتس. اليوم شفنا بوسكيتس متحرر ما عليه يعني حمل زائد، ما شفنا أخطاء في الباص من بوسكيتس صراحة، يعني توظيف تشافي عظيم جدا. بس المشكلة الوحيدة اليوم هي القرارات في الثلث الهجومي زائد توظيف روبرتو. المفروض انت كبداية انت تبغى لاعب يزيد لك في المنطقة، انت تلعب بروبرتو كلاعب وسط، بس كانت الادوار مطالب انه يزيد في المنطقة في منطقة الجزاء، انت على طول تلعب بكيسي يا تشافي. شفنا كيسي، انا كنت اقول بين الشوطين برشلونة لو يسجل اتوقع بيسجل بكيسي لو نزل، وبالاخير هو اللي سجل. كيسي يوم نزل هذا اللاعب خارق في الزيادة العددية. كيسي صح انه لاعب وسط ولاعب قوي بدني، لكنه خارق، لاعب خارق في الزياده العدديه. هذا بالنسبه للشوط الاول. الشوط الثاني شفنا انشيلوتي يتحرك، شفنا الريال افضل، استوعب انشيلوتي انه برشلونه سيء القرارات الهجوميه، فقال ما عندي شيء اخسره، انا يا افوز يا اودع الليغا رسميا، فقرر انه يبدل تبديلات هجوميه. شفنا اليوم رودريجو هو العلامة الفارقة اليوم بشكل ريال مدريد الهجومي، خاصة في الشوط الثاني.
تبديل رودريجو. شفنا رودريجو اليوم الملعب كجناح ايمن، شفنا رودريجو اليوم في مركز 10 او خلف بنزيما او يشبك مع فينيسيوس كثير. ليش اليوم اراخو ما شفنا اليوم صراحة فينيسيوس؟ يعني أراخو دائما مباريات، يعني فينيسيوس يتمنى يواجه كل أظهرة العالم إلا أراخو، يعني أراخو يتفوق على فينيسيوس صراحة بغض النظر عن الهدف الأول. فش قرر أنشيلوتي؟ قرر أنه أنا ألعب برودريجو وأزيد الحمل على أراخو، أقابل اثنين سريعين على أراخو. لي أراخو يعاني، شفنا عانى برشلونة بعد دخول رودريجو، عانى 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 برشلونة. اليوم آخر تقريبا 30 دقيقة من المباراة كان بطلها خط دفاع برشلونة، خط دفاع برشلونة كاملا صراحة اليوم بطلوا آخر 30 دقيقة، استمعت دفاع برشلونة. شفنا هذا التبديل بس رودريجو يا جماعة، رودريجو غير شكل ريال مدريد. في شجاعة من أنشيلوتي، بس الشجاعة أتت متأخرا. يعني اليوم شفنا تبديل مودريتش وكروس هذه لأسباب لياقية كاملة. بادر أنشيلوتي إنه خلاص أنا بلعب بعد بأسينسيو، خلاص خلي المباراة طق طق طق، خليني أسجل هدف عشوائي. المباراة يعني مغامرة هذه، لعب بتشواميني وسيبايوس في وسط الملعب، قال خلاص خليني ألعب كرات طويلة أوصل بس الكرة للثلث الهجومي، وبعدها عندها قرارات، كلهم عندهم قرارات فردية، أسينسيو بالتسديد، رودريجو في الإشغال وفي سقوطه مع بنزيما، فينيسيوس بالحل واحد ضد واحد. فكانت هذه فكرة أنشيلوتي، يبغى هدف عشوائي، وصل بس الكرة للثلث الهجومي، خليني قلل القرارات كلها من اللاعبين. فشفنا في وسط الملعب قوة في الالتحامات، قوة في الثنائيات من سيبايوس وتشاوميني، نجحت فكرة أنشيلوتي، بس للأسف ما سجل الريال. قرارات غريبة من بنزيما في الثلث الهجومي. اليوم بنزيما وليفاندوسكي صراحة يعني حصلوا على أسوأ تقييم في المباراة. بنزيما اليوم طبعا بنزيما الإصابة لها دور أكيد، هذا ما في مجال لك. الشوط الثاني لبرشلونة قال تشافي أنا دامني متعادل، النتيجة من صالحي. ولكن يا تشافي، يعني أنا طلعت من مباراة فايز، ولكن يا تشافي تعلم من هذا الدرس، تعلم من هذا الدرس، ممكن كنت حتخسر. يعني شوفنا أنشيلوتي بدل، أنت لازم تأخذ ردة فعل، لازم أنك تأخذ خطوة للأمام شوي. تأخر تشافي نوعا ما بالتبديلات، ولكن دخول كيسي هو العلامة الفارقة لبرشلونة. هذا اللاعب كنت أطالب فيه من الشوط الثاني يلعب على طول بدل روبرتو، شفنا الهدف. شوف لما كانت فكرة تشافي أنه في لاعب يزيد مع ليفاندوسكي، لاعب من الوسط أو هو عنصر المفاجأة، لاعب أنا ما أبغاه في البناء ولا أبغاه في الربط، ولا أنا أبغى بس هذا اللاعب عنصر كمفاجأة. استخدم روبرتو ما نجحت الفكرة، قال أستخدم كيس، كل حمل الربط والبناء وذا عند بوسكيتس وديونج. وأتى الرهان بس أتى بوقت متأخر، بالأخير كسب تشافي رهانه على كيسي. لكن الشوط الثاني ما في أي ردة فعل من تشافي إلا بالأمتار الأخيرة، لكن تحسب اليوم الشجاعة لأنشيلوتي، وأصلا هو مجبور أنه يغامر خلاص الليجا يعني على أمتار الأخيرة. تعادل أنت شبه خسران، التعادل من مصلحة برشلونة، يحافظ على الفارق، ما في أي تغير في جدول الترتيب، بس أنت لما تفوز تنافس، فهو مجبور يغامر أنشيلوتي، مجبور أصلا. نهاية هذا ما كان في المباراة، مبروك برشلونة، هارد لك ريال مدريد، مبروك اللي جاي برشلونة. الآن ريال مدريد في منعطف خطير، في مباراة أمام برشلونة في الكاس، وعنده مباراة قوية أمام تشيلسي. هذه الفترة صعبة على ريال مدريد، ولكن ريال مدريد عودنا أنه يطلع من هذه الفترات، يعني يقدر يطلع من المنعطفات الخطيرة هذه. وكالعادة وجهة زائد نظر يساوي كرة قدم. وفي الختام لا تنسى يا حبيب قلبي حالات الكور الثلاث، دافع بالاشتراك، هاجم باللايك، وتحول بالشير، وسلام عليكم.